في منطقة القرار رئاسيا 20 نائبا، نواب كتلة الاعتدال الثمانية سيجتمعون مع النائبين نعمة فرام وجميل عبود الاثنين لتكون أصواتهم العشرة موحدة باتجاه خيار رئاسي، فيما النائب المستقل إيهاب مطر لم يحسم قراره أيضا. وخارج معادلة أزعور مقابل فرنجية، يدرس نواب صيد المستقلون أسامة سعد، عبد الرحمن البزري وشرب المسعد الأسماء البديلة، فيما نواب قوى التغيير الستة بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، نجاة عون، ملحم خلف، فراس حمدان وابراهيم منيمني، فهم على تواصل مع أزعور ويطرحون أسئلتهم وهواجسهم بحسب ما أكدت يعقوبيان للجديد. وقد وسعوا دائرة مشاوراتهم لتشمل مجموعات وقواعد 17 تشرين على أن يصدروا موقفا موحدا بعد اجتماعهم آخر هذا الأسبوع. أما النائب ياسين ياسين فأكد عدم توفر خيار ثالث بديل حتى اللحظة. خيارنا حيكون متناغم مع تطلعات ال 420 ألف ناخب، ال 420 ألف صوت، ومع كل حدا ناضل بالشارع ضد هذه المنظومة. ولها لحد الآن نحن في نقاش، ما حسمنا خيارنا باتجاه إما أزعور أو خيار آخر. نحن مش راح نروح مع اسم ثالث، الخيار الثالث لحد الآن مستبعد. في خيارات أخرى غير أزعور، في خيارات ممكن ورقة بيضاء، في خيار ممكن شعار، نحن ما حسمنا خيارنا لحد الآن. إلى النواب العشرين غير الحاسمين لموقفهم على مرشح، يضاف نواب التغيير الثلاثة حليمة خعقور وسينتيا زارزير والياس الجرادي الذين أكدوا أنهم خارج معادلة الاختيار بين فرنجية أو أزعور. ليعود ويطرح النائب الياس الجرادي إمكانية الذهاب باسم ثالث، لا سيما أنه سبق وأن أعطى صوته لزياد بارود، وهو الخيار الذي أيضا اعتمده نائب رئيس المجلس الياس بوصعب. ورقة ملغاة 15، زياد بارود 2. لمؤكد أنه لن يكون ورقة بيضاء، من المؤكد أن لا يكون اسم رمز أو هلامي بس لتسجيل أسماء، الاسم يحمل دليلي والموقف يحمل دليلي. يعني رايحين على زياد برود اللي هو ضمن سلة الأسماء أو رايحين على خيار آخر؟ من سلة الأسماء نعلن عنها بوقتها، الأرجح أنا بعني بهالتوجه، أنا حطيت سلة أسماء وبعنا بهالتوجه. أنا كنت قايل أنه كنت أنا مرشح الأستاذ زياد برود، كنت من ضمن التكتل كنت حاطط الأستاذ نعمة فريم، كنت حاطط الأستاذ زياد حايك، وكنت حاطط قائد الجيش. كنت هاودي بشوفهم أنا كمرحلة بالسياسي قد يكونوا قادرين أن يجمعوا جميع اللبنانيين، أن يطمئوا جميع اللبنانيين، وأنه من المقدرة كلهم باختصاصه وبعلاقاته أن يعيد الثقة بلبنان. لغاية اللحظة لم يمنح 23 نائبا صوتهم لأحد المرشحين، وإذا صحت الأخبار أن 5 نواب من التيار الوطني الحر سيصوتون بورقة بيضاء، ليصبح هناك 28 نائبا خارج الاصطفاف السياسي، ليبقى تقريبا 44 صوتا لفرنجية مقابل 56 صوتا لأزعور. والأهم بحسب مصادر نيابية أن المعركة تتركز حول خفض عدد الأصوات لأزعور لكي لا يصل في الدورة الأولى إلى عتبة 65 صوتا، مما يضطر الفريق الآخر إلى تعطيل النصاب. ريم حمدان، قناة الجديد.